سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بوربوينت تسجيل الدخول. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق بوربوينت. سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق بيربوينت. سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم بيربوينت. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك.